تاع الانيف النباتيه والدوره عملناها في جربه في الرياض لمينا فيها تقريبا 15 حرفي باش يوريو منتوجاتهم من مختلف الالياف النباتيه وها كيما تشوف تركنا معناها بدات صداع باهي وكويس. كان تعطينا لمحه على البرنامج نتاع التظاهره. البرنامج نتاع التظاهره بدا يوم 3 ابريل عملنا ورشات حيه كما تفضل لك نتاع الحرفيين وعملنا مأكولات تقليديه نتاع جربه خصيصا نتاع حاجه صغيره الرياض. لا تقليدية شغلية جديدة بالنسبة لي أول مرة. شكرا. عايش.
شويه ما دابين نفهمو يعني شنو الكلمات في الهايب. بالنسبه للكلمات مش واضحه جمله واحده، كلمات واضحه كلمات مش واضحه. وفنيا بالنسبه للحن فنيا بالكدا يعني فن باهي فيه جو ايقاع باهي كل شيء باهي. ايضا تفاعلتوا معها؟ ايه تفاعلنا معها فيه جو كل شيء، جست شويه كلمات كسرها شويه ما نحبوا نفهموه، اما الايقاع والجو اللبناني اللي فيه رائع برشا. شكرا. نحن جينا من حومة السوق للرياض خصيصا للمهرجان هذا، جينا امس هذا ومشينا اليوم الصباح وعاودنا رجعنا توا. حبيناه معنا المهرجان هذا ككل خاطر مركز على الحرف التقليدية اللي هي توا معناها بلاسك برشا عباد ما يعرفوهاش، وكانت فرصة معناها للناس باش يعرفوا الحرف هذه الكل. بالنسبة للكونسيبت ميوزيكال بون جينا مؤخر شوية ما درناش من الأول، مي كوميدي تحفونا برشا وماذا بينا تتكرر كل عام. بشكل عام بالنسبه للموجود حالي الازهر بن مران، هو كفنان يغني بالاغاني الامازيغي ويعرف بالموروث الامازيغي واللي هو حي ماهوش مدفون، يعني باش نوفروا لصالح تونس وصالحنا كلنا ان شاء الله تواصل المشاريع هذه. شكرا. اللي غناهم من الازهر تو باللغه الامازيغيه اغاني يعني انتاج حديث، معناها انا واحد من صاحب ميمون صاحب كلمات ازول ازول امازيغا، ثم اغاني بالتراث كما انزر انزر ويابا، ثم اغنيه لسالم برقدا اللي هي اشرح اشرح التسليف، وثم اغاني معناها انتاج حديث، وثم موروث ثقافي. فاغلب الالحان في الجديد لحنهم الازهر بن ويران ويؤدي فيهم الازهر بن ويران، هذا الموجود. بس كنت كلمه كيف عندك تجربه في كتابه الاغنيه الامازيغيه؟ انا قديم في كتابه الاغنيه الامازيغيه وعندي برشا كتابات. اول اغنيه غناها الازهر هي سموك الغاز عام 2011 موجوده في السيديات. ثم ايمن بن عمار زاد كيف هو اللي عمل اغنيه بما تم زوره الحواء، ثم معنا اغاني حديثه واغاني المدوره. الله يا 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 الله